Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridun yawadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Rabbi salahi sadari wa yasirni amri wa hlu'udadam bilisan ya pauqawli amma ba'du. Faya ayuhal muslimun atamanalakum wa usratikum fi sihah wal afiyah da'iman. Fi hadha waqti uritu an atahadatha باللغة العربية عن الموضوع وسائل المنظفة البيئة أو بمعنى حماية البيئة لأعمال مهمة أو واجب منزلي في دراسة استماع مقال قصة هيا بنا استمع صوتي أنا أبدأ. Wasailu lil munadhafah bima'na himayatul bi'ah. Wasailu lil munadhafah bi'ah al-bi'ah bima'na himayatul bi'ah. Yabtaghi 'ala al-jami'i al-ihtimam bil bi'ati allati yu'ayyisuna fiha wa 'adama al-idrar biha. لأن ذلك من أعظم نعمة الله على عباده في العديد من دول العالم اليوم توجد منظمات تدعو إلى الحفاظ على البيئة ومن وسائل حماية البيئة التي يدعو إليها الإسلام غرس الأشجار ومن الأخطاء في الحفاظ على البيئات قطع الأشجار كما يحدث في بعض الدول اليوم وأما في ذي أحد منكم فرسخ فإذا استطاع قبل يوم القيامة أن يغرسها فغرسها. هذا الحديث يعلم الإنسان أن يزرع الأرض ويجعلها خضراء وهذه هي أفضل طريقة أو وسائل في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث. ثم هناك طريق أو وسائل ثم هناك طريق أو وسائل أخرى أو وسائل أخرى لحماية البيئة ألا وهي عدم الإفراط في استخدام المياه خاصة إذا علمنا أن كمية المياه العذبة على الأرض قليلة. يمكن أن تؤدي أزمة المياه في العالم أيضا إلى انصب صراعات بين البلدان. الماء مهم لدرجة أن الإسلام يحرم الإسراف في كل شيء بما في ذلك العبادة. خلص مني إذا مني أكثر من الخطأ أفضل منكم فاستبقوا الخيرات. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.